احتفالا بعيد الشبيبة، ترأس الأب حنا كلداني راعي كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية قداسا إلهيا بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع كبير من المؤمنين. وخلال القداس جرى تعيين الشبيبة الجدد للكنيسة، تلا ذلك الإعلان عن توزيع حصالة الخير على الحضور والتي سيكون ريعها لغايات دعم نورسات في رسالتها الإيمانية، فيما قدمت الدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب فضائيات نورسات الأردن وفلسطين شرحا عن الهدف من توزيع الحصالة على رعاية الكنيسة والكنائس الأخرى. فأنت اليوم معروض عليك كمسيحي أن تسير في رؤية المسيح، في نظر المسيح، في مشروع المسيح الخلاصي، أن ترفض الشر وتقبل المسيح مخلصا شخصيا لك. لذلك أنت في الكنيسة تصلي، أنت تعرف الله وتعبده، أنت معمد، ولكنك جزء من إيش؟ من رعية، جزء من رعية بتفتخر فيها، بتصلي معها، بتتعرف عليها، بتشارك فيها. الرعية لها أدوات، لها لجان، لها روحانية معينة. الرعية مش مجرد تصلي وتذهب إلى بيتك. الرعية مثلا فيها الشبيبة، اليوم بنحتفل بتنصيب المجلس مجلس الشبيبة، وبنرحب معنا أمين عام الشبيبة اليوم كمان بيحضر هذا الاحتفال، وبننصب شبيبتنا اليوم. عندك الشبيبة، عندك الأخوية، عندك الكشاف، عندك الموعوظين، كل هاي الجماعات هي تجعلك ضمن مجموعة تسير في خط السيد المسيح. فيك تقول عن هاي المجموعة ها وأخي وأختي وأمي، هي مجموعة دائمة داعمة إليك. احنا مجموعة نورسات، في ناس في بيوتهم ما بيرجعوا على الصلاة، كبار بالسن عم بيصلوا على نورسات. نورسات عائلة، عائلة في الأردن وعائلة عبر العالم. أنت لما بتصلي معهم، أنت صرت جزء من عائلة كبيرة باستعمال التقنية الحديثة، هي التلفزي والبث الفضائي. فأنت صرت جزء من عائلة كبيرة، لأنه إحنا كمسيحيين، كرعاية، ككنائس، يجب أن نجد الوسائل والأدوات لتحقيق حلم يسوع المسيح فينا، رؤية يسوع المسيح فينا. نكون ناس نشطاء منفتحين متعاونين من خلال كل هالأطر الموجودة في الرعاية وفي الشبيبة وفي الرعية، نورسات، كل هالجماعات هذه. أبونا أنا بشكرك على هالفرصة اللي أتحتها إلنا أنه نتواصل مع رعية الصوفية، وبعتبركم أنه مثل ما قال بالإنجيل أخوتي أبي ومرشدنا أبونا حنا، يعني وأنتوا هالجماعة مثل عائلتنا. ونورسات الفضائية هي كنيسة صغيرة في كل بيت. أبونا حنا للي ما بيعرف 2005 هو لما انطلقت نورسات الفضائية، هو كان من جاب النورسات على الأردن كفضائية، ويعني مشكور على هالجهد وعلى هالفكرة، وهو كمان من الداعمين الرئيسيين لنورسات الأم من لبنان. فجاءت فكرة هالحصالة منه بصراحة، ونحن تبنينا هالفكرة وتشاركنا مع أبونا حنا، وقال لي أنا كرعية أولى، أول رعية صويفية تنطلق منها الحصالة. وأنا بتمنى أنه كل الرعاية من هالفكرة اللي انطلقت من عندكم من الصويفية أنها تنتقل لكل الرعاية في الأردن. الفكرة أنه كيف اشتراكاتكم في نتفليكس وعلى شاهد وعلى هالأبليكيشن وهالتطبيقات، أنه نشارك الشبيبة يقدروا أنه يكونوا جزء من هالعيلة ومن هالنورسات، بيشوفوا ستهم، بيشوفوا أمهم عم بتشوف هالفضائية وعم تحضر هالقداس. كيف أنا كشاب وكصبية أقدر أكون كمان جزء من هالعيلة ومن هالرسالة نورسات، مثل ما تفضل أبونا رسالة سماوية وخدمتها للجميع ومجاناً، يعني عم تعطي مجاناً.